تم تجهيز العربيات في منطقة اسمها المعصورة دي واصلة من منطقة النقب إلى طابة، منطقة جبلية. تم تجهيز هذه السيارات، عربية طلعت على فندق طابة والعربية الثانية طلعت على مخيم القلعة ملك البدوي مطوع عنيز على إذان سالم، والعربية الثالثة طلعت على مخيم ابن مخيم ابن عمه عياش سالم. تحس ان العملية دي المقصود بيها ضربة سياحة في مصر، لان اي زيادة في عدد يعني في الوقت ده كان نسبة اشغال الفنادق 105%. ده بيكون نتيجة سحب من رصيد الدول المجاورة، فلازم نضرب الحركة السياحية عشان تنعكس اثارها السلبية على الحالة الاقتصادية. دي كانت اول عملية، وكان فيها تاني حاجة من اهدافها اظهار امام الرأي العالمي ضعف الحكومة المصرية في توفير الأمن والأمان في سيناء، بحيث يكون له مردود سلبي في مطالبات أي حد تاني عايز يتوغل في سيناء للمحافظة على حدوده بدون تحديد. يعني دي أول عملية تمت في سيناء. تاني تنظيم ظهر في سيناء الجماعة السلفية الجهادية، دي برضو أول ما ظهرت في قطاع غزة على يد الشيخ عبد اللطيف موسى، وهو طبيب درس الطب في اسكندريه وتتلمذ على يد المدرسه السلفيه في اسكندريه، ثم انتقل الى قطاع غزه، وكان في بدايه الامر مؤيد لحركه حماس على اساس انها تعلن الكفاح والجهاد ضد الاحتلال الاسرائيلي، الا انه بعد فتره فوجئ بتخلي حركه حماس عن كل ما سبق الاتفاق عليه. فأعلن من مسجد ابن تيمية برفع في فلسطين بإعلان إقامة الإمارة الإسلامية، وترتب على كده أن حكومة حماس قامت باغتياله داخل المسجد وعدد من مجموعة من المؤيدين له اللي هربوا بعد كده على مصر وكونوا الجماعة السلفية الجهادية داخل مصر، وكان لها برضو دور في القيام بالعديد من العمليات التفجيرية. تاني التنظيم ظهر في سيناء وزعصيته برضو تنظيم جيش الإسلام، واللي مؤسسه فلسطيني ممتاز دغمش. وكان ممتاز دغمش ده مرتبط ارتباط وثيق بحركة حماس، لأنه كان بينفذ العمليات الدنيئة التي لا تستطيع حركة حماس القيام بها من اغتيالات، فكان هو بينوب عنها في تنفيذ هذه الحركات. برضو قام بالعديد من العمليات التفجيرية داخل الدولة المصرية، أشارها تفجير عدة مرات خط الغاز بطول 100 كيلو بعد حوالي 20 مرة. رابع تنظيم ظهر أنصار بيت المقدس، ده تأسس برضه في قطاع غزة على يد الفلسطيني هشام السعداني، اللي تم تصفيته داخل قطاع غزة وتوجيه عدة ضربات لعناصره، لأن حكومة حماس رفض اي تواجد لاي تنظيم ديني داخل قطاع غزه، عايزه هي انها رفع انها هي حامي الحمى. برضو عناصره تسللوا الى مصر، وكان اول اجتماع لهم في سيناء في منطقه العجر على الحدود الفلسطينيه. في هذا الاجتماع تم رصده، فصدرت تعليمات بعدم السماح له باقامه هذا الاجتماع. على الرغم من كده اتعمل الاجتماع، وكان عددهم 7، ومؤسسه محمد زياد ابو فريح، ده مؤسس تنظيم بيت المقدس. هذا التنظيم صيته داخل الدولة المصرية، لانه وجد تأييد كبير من فترة حكم الإخوان، اللي هو سمى نفسه ولاية سيناء بعد كده، اللي هو بعد كده هو تنظيم بيت المقدس بيقوم على عدد محاور. المحور الأول محور فكري، اللي هو دراسة الأفكار التكفيرية ودراسة الأعمال الجهادية والتواصل مع المنظمات التنظيمات الجهادية، وانتهى به الأمر إلى مبايعة
وولايه مبيعه دو ولايه الشام دون ان يخرج عن عن خط السير بتاعه. ده مكون فكري ومكون حركي عسكري، اللي هو دراسه الاماكن العسكريه والشخصيات الشرطيه والقوات المسلحه والاهداف الحيويه اللي عمل على ضربه. المحور الرابع محور تدريبي اللي هو اقامه معسكرات تدريبيه في وسط سيناء. هذه التنظيمات قامت بقى بالعديد من العمليات. جه بعد كده بعد تفجير فندق هيلتون طابا وتفجير نويبع شرم الشيخ، جه بعد كده في 23/7 القيام برضه بثلاث عمليات تفجيريه في مدينه شرم الشيخ، الممشى السياحي، فندق غزاله، فندق موفنبيك. شده الانفجار في فندق موفنبيك القائم على تنفيذ العمليه للاسف لقينا وجهه بتعلق في عمود كهرباء. استطعنا تحديد الاشخاص، ودي كان في 23/7.